كالعادة وحشتونا، وإن شاء الله هنبقى معاكم كل سبت الساعة 8. ازيك يا شريف؟ ازيك يا تسنيم؟ وبرحب بكل الناس اللي بتشوفنا. مساء الخير عليكم جميعا. برنامج طاقة إيجابية، وإن شاء الله كلنا طاقة إيجابية بإذن الله. حابب بس أوضح حاجة تسنيم في بداية، قبل ما نبدأ الحلقة القوية جدا بتاعتنا. برنامج طاقة إيجابية، عشان حصل لبس شوية في المواضيع. احنا الجانب الإنساني هو يعتبر شق من بعض الجوانب اللي احنا بنقدمها في البرنامج، ولكن هو في المجمل البرنامج أصلا فكرته قايمة على بناش كل الأفكار الإيجابية وكل الطاقات الإيجابية في كل المجالات. احنا برنامج شبابي، برنامج شبابي متنوع، بنتكلم بقى في الرياضة، في الفن، في المطبخ، في الفاشون، في الميك اب، كل حاجة خاصة بالمجتمع وبالأسرة المصرية احنا بنتكلم فيها، ولكن بنحط الضوء على حتة الجانب الإيجابي بس، ما بنبصش على السلبيات لأن دي مش بتاعتنا ومش عايزين نبص عليها. أنا بس كنت حتى لو في سلبيات يا شريف احنا محتاجين ان احنا نحسنها ونخليها بطاقة إيجابية اكتر. هو ده برضو، يعني ده الهدف برضو، ان احنا حتى بنناقش القضايا بطريقة إيجابية وبنحاول نوصل لحلول فيها، ونوصل لحلول المشاكل اللي جوه القضايا دي نفسها. فأنا كنت حابب أوضح دي. مبادرة حق الغلابة جزء من البرنامج طاقة إيجابية، ولكن البرنامج كله مش هو مبادرة حق الغلابة فقط لا غير. احنا ربنا يقدرنا ان احنا بنساعد الناس، والحمد لله نجحنا في حالات كتير. ما بنحبش نتاجر بيها قوي على الهوا، لان دي تجارة مع ربنا، يعني انا شايف كده. احنا بنوصل الناس ببعضيها. انا مسمي حتى طاقة إيجابية، مسمي ديليفري خير. احنا ديليفري، انا بوصل الاستاذ المحتاج بالاستاذ صاحب الخدمة اللي بيوفر له الخدمة دي. إن شاء الله ده اللي انا حابب اقوله. وقول لنا بقى احنا معانا ايه؟ ان شاء الله دايما نبقى عند حسن ظنكم، واحنا واثقين ان المتابعين بتوعنا يا شريف كتروا الحمد لله. احنا الحمد بنركز لله. بس ان احنا برنامجنا مش مبادره فقط، احنا برنامجنا ان شاء الله هيعجبكم في حاجات كتير. معانا اول حاجه النهارده شريف وجمهورنا الجميل، معانا ترند قوي جدا نشوفه باذن الله احسن شباب في العالم. معانا ترند إناكتس ايجيبت. ده تقريبا في ناس كتير مش عارفة حقوق، يعني الطلبة دي فعلا كمية طاقة إيجابية رهيبة. حابب بس أقول إن إيناكتس إيجيبت جامعة الأزهر، ده فريق من جامعة الأزهر حصل على المركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال في الصناعات المختلفة. عملوا ايه ووصلوا ازاي للموضوع ده؟ ده هنشوفه مع التقرير دلوقتي بإذن الله، ان شاء الله مع التقرير اللي جاي. استنونا بعد التقرير. باسم برنامج طاقة إيجابية وباسمي أنا وشريف وكل الشعب المصري، نحب نهني الفريق الجميل، فريق إناكتس جامعة الأزهر. بصراحة يعني ناس كويسة جدا يا شريف، شايف عملوا الله ايه، ما شاء الله. ومش واخدين حقهم على فكرة في الإعلام، اللي احنا شايفينه ان هم مش واخدين حقهم في الاعلام. طلبه زي دي المفروض ان هم يتكرموا على نطاق اوسع من كده شويه. هي الفكره، اتكلم بمنتهى الصراحه، ان الفكره ان ما حدش متوقع ان حد من جامعه الازهر يطلع بالقوه دي ويوصل للمستوى العالمي ده، بينافس في جامعه هارفارد بره في وياخدوا مسابقات المركز عالميه الاول. ياخدوا المركز الاول على مستوى، ياخدوا كاس العالم في المسابقه دي، اسمه كاس عالم. طبعا حاجة قوية جدا. وبالنسبة دي حاجة تشرف كمان الأزهر، تشرف طلبة الأزهر، وتشرف فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر. طبعا هو حتى شكرهم وكرمهم كمان. هو شيخ الأزهر طبعا كرمهم واحنا بنكرمهم، ودي أقل حاجة نقدر نعملها لشباب جميلة زي كده. شباب عرفت ازاي تختار طريقها صح، ما استنتش بعد يخلصوا الجامعة وبعد كده يدوروا على شغل ويقولوا ان احنا، وبيقعدوا في الكافيهات وبيقعدوا في القهاوي من الآخر وبيقولوا ان احنا مش لاقيين شغل. دول نموذج من الشعب المصري يا شريف، موجود وناجح ومتفوق وعارف يعمل طريقه بنفسه. هم أبطال. أنا يعني في فرق بين النموذج وفي فرق بين بطل. تمام. نموذج إنه يعني عامل حاجة ممكن يبقى مسابق الناس بخطوة مثلا في حاجة، فعامل حاجة على قد، إنما ده بطل. ده حتى كاتبين لما هم كانوا بيكتبوا كاتبين تشامبيونز، فكاتبين أبطال، أبطال العالم ل 2020. وإحنا باسم البرنامج برضو بنحب نكرم شيخ الأزهر.
ان هو خد الجايزة في ماليزيا، كرموه ان هو خد الشخصية الاولى الاسلامية على مستوى العالم سنة 2020، ودي اقل حاجة هو يستاهلها بصراحة، بنحب نكرمه عن طريق البرنامج. لا ما شاء الله، هو شيخ الازهر ليه دور كبير قوي في الجاليه الاسلاميه على مستوى العالم، والناس بتقدره تقدير قوي جدا، واحنا يعني بنبارك له طبعا وبنشكره على المجهود اللي هو عامله ده كله، والمجهود اللي جوه جامعه الازهر اللي طلع ابطال برضو زي كده تسنين، أبطال يعني هما قدوة ما حسنة شاء الله. فعلا لأي طالب وأي شاب موجود دلوقتي. معانا الترند التاني بقى إيه يا شريف؟ الترند التاني هو محمد، دكتور محمد جمال. دكتور محمد دي جمال. بقى يا جماعة ده توابع مكالمة دكتور مجدي يعقوب. الراجل كلمته واحدة، يعني الراجل دخل راعي للمبادرة بتاعتنا ومساهم فيها بقوته ومؤسسة قوية بتاعته وكشف وعلاج وعمليات. هو مترددش، هو المكالمة خلصت تاني يوم حصل إجراءات يعني قوية جدا. دكتور محمد جمال مساعد دكتور مجدي يعقوب بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومن الناس السباقة في عمل الخير جدا، والناس اللي دخلت معانا في أول ما سمع على مبادرة خيرية زي دي. احنا بنحب نشكره على الهوا وبنقول له الف سلامه، لان هو لسه عامل ألف عمليه سلام عليك. الزايده، ومع ذلك برضو هو في المستشفى في اسوان بيتابع الحالات اللي احنا بنبعتها له، بنشكره طبعا جدا. طبعا، ومعانا تقرير مع دكتور محمد جمال ان من شاء الله مؤسسه مجدي يعقوب. ان شاء الله يعجبكم جدا باذن الله، ويعني حتى كان في مفاجآت بالنسبه لينا حتى كمان، هو يعني عمل حاجات زياده كمان عن اللي هو مطلوب. هو الدكتور محمد جمال عمل مبادره لوحده، لا يعني احنا ما اللي شاء الله. عرفناه ان هو فتح يعني مجال المبادره من ساعه ما اتكلمنا معاه وبعتنا له الحالات. الحالات اللي بعتناها لدكتور محمد جمال كانت حالات قلب، منها الطفله جانا اللي شفناها المره اللي فاتت، وكان في حالات كتير كشف وعلاج واشعه، وعجبته الفكره جدا. وطبعا دكتور مجدي يعقوب يعني غني عن التعريف في المبادره بتاعته لوحده. وفي حالات احنا عرفنا انها راحت له عن طريق البيدج بتاعت واحنا اتفاجئنا كمان طاقه يا تسنيم، ايجابيه. فاكره لما اتفاجئنا في التقرير واحنا بنصور ان شفنا كميه ادويه على الارفف وحاجات، انا حتى بساله عادي يعني، لقيت ان كل ده متوفر للناس اصلا. اللي عايز ياخد يعني، هو اللي جاي محتاج هياخد. كشف يعني عامله مجانا لغير القادرين اصلا، والناس كلها بتروح. معانا التقرير يا شريف، دكتور محمد جمال من مؤسسة مجدي يعقوب، وانتظرونا بعد التقرير. دكتور محمد جمال، أولا احنا بنرحب بحضرتك وبنشكرك على استضافتنا في المكان الجميل ده اللي كله خير بجد. يعني حضرتك من أول الناس السباقين دايما يعني معانا في المبادرة، يعني من أول الناس اللي اشتركت في المبادرة، ومن أول الناس فعلا اللي على أرض الواقع نفذت بالفعل الوعد بتاعها. احنا بس بداية ده مش غريب على ولاد دكتور مجدي يعقوب، وتربية دكتور مجدي يعقوب لولاده والمؤسسة العظيمة الكبيرة. يا أستاذنا طبعا، أكيد طبعا، تحضير الاحترام أكيد. احنا بس حابين في البداية نعرف جنى الموضوع كان بالنسبة لها إيه أو حالتها إيه بالظبط؟ جانا بنت لما اتولدت بعد 10 شهور مامتها اكتشفت إن هي عندها ثقب في القلب، لما طبعا لفت على أطباء كتير منهم أساتذتنا اكتشفنا إن هي عندها ثقب في القلب، وكان عندها اكتشفنا إن جانا عندها ثقب في القلب، وطبعا لما عملنا إشعاعاتها وتحليلها كان لازم جانا إن هي تعمل، لأن هي عندها قصور في الشرايين التاجي، فكان لازم إن جانا نعملها عملية قلب مفتوح. طبعا جانا ما شاء الله دلوقتي عملت عملية القلب المفتوح وبقت كويسة وبتتابع معانا، والمفروض إن هي بتتابع كل شهر معانا تدريجيا، واللي بنقدر عليه بنعمله سواء كانت جانا، وفي مليون ألف حالة غير جانا. احنا كمان يعني احنا لاحظنا ان احنا يعني حضرتك برضو بالنسبه للعلاج يعني، والله في ناس يعني اهل الخير كتير معانا في العياده هنا بيجيبوا لي علاجات، واللي انا بقدر اجيبه برضو بنساهم بالخير، لان في حالات فقيره، في حالات تحت متوسطه مش بتقدر ان هي مثلا، كل الاطباء مش بيكتب روشتة زي التاني، فممكن بكتب روشتتي مثلا ب 1000 جنيه، في اللي بيكتب ب 100 جنيه، في اللي بيكتب ب 50 جنيه، اكيد. فطبعا عشان الظروف الاقتصاديه اللي في البلد فيها طبعا في ناس ما بتقدرش ان هي تجيب العلاجات بتاعتها، فبتضطر يحصل مضاعفات معاها الى حد ما. تمام، يعني يعني انا حتى لاحظت يا دكتور ان بعيدا عن حاله جنى، هو الموضوع هنا شكله يعني حضرتك اصلا يعني ماشي على السيستم ده،
يعني انا شايف حتى حوالين حضرتك وفي العياده كلها في ادويه كتير اللي هو على استعداد بقى بالموضوع ده. لاي حد، اي حد فقير محتاج ما بيقدرش يجيب العلاج بياخد علاجاته من هنا اللي مكتوبه له. اوكي، ومش لازم يكون فقير، يعني انا مش هقول انت فقير ولا غني، اكيد مش طبعا. بيكشف العلاجات اللي موجوده عندي بقول له اتفضل. دي حاجه مبادره طبعا لله يعني. لا جزاك الله كل خير فعلا بجد، وهي اصلا طالعه مبسوطه جدا، ويعني يعني كفايه ان احنا فرحنا يعني ملاك صغير زي ده. احنا حابين يعني نقول لحضرتك، احنا بقى عايزين نعرف الخبايا الحديث بينك وبين دكتور مجدي يعقوب. طبعا حضرتك يعني قلت له المبادرة ازاي، وهو استقبلها ازاي، ان هو يكلمنا حتى في التليفون. دكتور مجدي مش بيتعامل معانا على كأن هو الطبيب بتاعنا، او ان هو مثلا الجراح الكبير بتاعنا، هو بيتعامل معانا على ان هو احنا ابناء من ابنائه، كان هو صديق من اصدقائنا فمصاحبنا، لذلك الواحد فينا بيديله القوة والشجاعة والحماس ان هو يبقى داخل العملية عارف هو داخل يعمل ايه، بقلب جامد، مبقاش خايف من حاجة، مفيش توتر، مفيش قلق، مفيش حاجة اسمها انا صغير مش هقدر اعمل دي، لا انت دكتور. اوكي، دكتور مجدي لما اتكلمت معاه بقول له في مبادره اسمها مبادره حق الغلابه، بيساهموا بكذا كذا، بيساهموا بعلاجات، بيساهموا بعمليات، بيساهموا بحاجات خيريه كتيره، فرجح قال لي لا دي طبعا على طول على الفور، تواصلت تليفونيا طبعا معاه وكلمت حضراتكم، دخلت معاكم في المكالمه. اكيد كان شرف، محمد هيكمل معانا طبعا، شرف لينا طبعا، ربنا يعزك. فهو اللي رجح لي قال لي دي حاجه جميله جدا، اي حاجه سواء خير لازم نتدخل فيها. يعني هو مش جديد، مش جديد على المؤسسة ودي حاجة مش العظيمة، جديدة على دكتور مجدي نفسه، دكتور على أولاده مجدي يعني. هو احنا كان شرف لينا وكان شرف لي أنا شخصيا إن أنا كنت تلميذ متلمذ الدكتور مجدي يعقوب، يعني دي حاجة فخر أعتز بيها أكيد أكيد. إلى مدى الحياة طبعا اتعلمنا كتير على إيده، حاجة يعني أسطورة من أساطير الزمن. دكتور مجدي يستحق لقب بروفيسير كما أخذه في جميع البلد المصرية والعربية والأجنبية كمان. أكيد أكيد دكتور مجدي يعقوب يعني من الأسامي المسبقة في عمل الخير دايما في مصر وفي الوطن العربي. أستاذنا احنا بنتعلم منه طبعا الحاجات دي أكيد. طب احنا بقى عايزين يعني رسالة، رسالة كده لكل الدكاترة، زمايل حضرتك والدكاترة في كل التخصصات يعني وكل المهن يعني. يعني رسالة من حضرتك اللي انت شفته يعني، انت وازاي عايزك توصف لهم ازاي الفرحة ازاي على في عينين الناس دي، تبقى مبسوطة ازاي الناس. الناس الفقيرة بالذات، او الناس اللي هي مش هنقول فقيرة عشان ما يحسوهاش بمعنى تاني، الناس اللي هي الغير قادرين، الطبقة اللي هي الغير قادرة اللي هي الطبقة المتوسطة، تمام، اوكي، اللي هي ذوي العمالة الخارجية. خلاص تمام. ففي ناس ما بتقدرش ان هي تدفع مبلغ وقدره عشان تروح للفيزيتا ب 500 جنيه وام 1000 جنيه الكلام ده كله، لازم يحجزها قبلها ب 20 يوم، قبلها بشهر. لا يعني نصيحه للاطباء لاي طبيب، سواء كان استاذي سواء كان حد كبير او لسه طبيب مبتدئ، خصص وليكن يوم في الاسبوع زي ما احنا عاملين، انا عامل يوم في الاسبوع ده فري لوجه لله للحالات الغير قادره. اوكي، تيجي تاخد تكشف تاخد علاجاتها، ولو في عمليات او حاجه بحولها على المستشفيات اللي انا بكون تابع ليها، سواء كانت المؤسسه معهد القلب القومي، مستشفى المعهد العسكري، المستشفيات اللي احنا تابعين ليها، وبرده معانا ناس بتساهم بالعمليات دي، رجال اعمال، ومعانا ناس يعني هم مش طالبين ان اسمهم يتذكروا. لا جزاهم الله خير، جزاهم الله كل خير. فنصيحه لكل طبيب يعني، حاول تفرغ من شهرك، يلي في الفيزيتا بتاعتك ب 1000 جنيه ب 500 جنيه 10 كشوفات على الاقل في الشهر. تمام. دعوه بسيطه من حد مريض يعني بتبقى مستجابه بجد، اكيد اكيد، بتفتح بيبان خير كتير جدا. اكيد ده مش مقتصر على الاطباء فقط يعني، احنا مش دلوقتي على الاطباء، انا بتكلم مش كطبيب، كتمريض، كعمال، كنجار، كمهندس، أكيد. كمزارع، فعلا اي واحد، كظابط، كاي حد يقدر يعمل عمل خيري، والله والله تاني والله بدون مبالغه هتلاقيه، لان انا بلاقيه يعني، انا اللي بعمله والله تاني، ربنا بيوقف لي في طريقي حاجات ان الاقي ناس برضه زي ما بنعمل خير بنلاقي الناس بتعمل خير. تمام دكتور، احنا دكتور محمد جمال احدى تلامذة دكتور مجدي يعقوب، كان شرف ليا طبعا، وعضو في مؤسسة دكتور مجدي يعقوب، المنسق كبير العام للمؤتمر، المنسق العام، احنا بنشكر حضرتك جدا استقبلتنا، وبنشكرك لذوقك والتواضع الكبير قوي اللي احنا شفناه لحضرتك ده فعلا. انا مبسوط جدا بجد ان انا شفت حاجه زي كده من حد لسه بيعمل حاجه زي كده بصراحه، ومبسوط ان انا شفت النظره بتاعت الجنة يعني، دي عندي بالدنيا.
واحنا بنشكر حضرتك. خير جانا كتير، والمهنة الطبية دي قبل ما تكون مهنة طبية وتجارية واستثمارية لازم تكون مهنة إنسانية، لازم تكون مهنة إنسانية. تمام. احنا دكتور محمد، احنا بنشكر حضرتك باسم برنامج طاقه ايجابيه، ونرجو كده من الله ان شاء الله ان كل الناس تسمع يعني رساله حضرتك. كل المهن، اتمنى كل الاطباء ياخدوا الكلام ساعة رحب، او كل الناس اللي عامله في اي مجال، اللي شغال في اي مجال يعني ياخد كلام ساعة رحب ما ياخدوش، بان انا بتطفل عليه يعني. بعد اذنكم يعني الرسول عليه السلام قال: الخير في وفي امتي الى يوم ان تقوم الساعه، صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتمنى ان احنا كلنا نعمل خير، لان زي ما بنعمل خير هنلاقي الخير. تمام. شكرا دكتور محمد، نشكر لحضرتك جدا، اتشرفنا بيكم، وطبعا كل الفخر والاعتزاز بمقابله حضراتكم، والفخر والاعتزاز دكتور مجدي طبعا عشان احنا تلميذ من تلاميذته، وكل التقدير والاحترام لطاقم التمريض الطبي، لان لولا هم طبعا ما كناش هنقدر نشتغل. اكيد اهلا وسهلا بيكم. تمام، بشكر حضرتك جدا، اهلا بيكم، وانا تحت امر اي حد واي حاله محتاجاني، ارقامي، حد مش قادر يتواصل، مش قادر يعمل عمليه، حد محتاج كشف منزلي ومحتاج ان انا اروح له غير قادر، انا هوصل لحد عندك، اديني رقم تليفون، رن حضرتك عليا، رن على المبادره، تواصل مع مبادره طاقه ايجابيه، هيتواصل مع حضراتكم، وباذن الله تعالى هكون عند حسن ظنكم، هوصل لحضرتك لحد بيتك وهكشف لك، هتيجي حضرتك عيادتي وهكشف لك برضه بدون مقابل، لو انت مش قادر انك انت تدفع، لو محتاج عمليه هدخلك مستشفى حكوميه، لان ده حقك القانوني على الدوله، هتاخده باذن الله، وربنا يجعلنا عند حسن ظنكم، وسعداء جدا بلقائك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، وشكرا للبرنامج الطاقه الايجابيه. شكرا يا فندم. اكيد دعوه من القلب من حد مريض اكيد بتفرق في حياتنا كتير. وبنشكر جدا جدا دكتور محمد جمال على مبادرته الجميله، واحنا عرفنا حاجه دلوقتي يا شريف، يا ريت تقولها على الهواء. حاجه جميله جدا، وبرده حاجه مفرحانا، يعني ان احنا يعني صممنا ان تقرير كامل يتذاع، وده عشان خاطر دكتور مجدي يعقوب بنفسه قاعد بيتفرج على الحلقه، وكان مستني فعلا التقرير ده، وكان مستني فعلا يتفرج على الشغل بتاع المبادره. انا بشكرك يا دكتور مجدي، وانت فعلا قامه كبيره، السير مجدي يعقوب غني عن التعريف، هفضل اقولها كتير، انت اساس الطاقه الايجابيه اللي انت بتديها لنا، بتخلينا مبسوطين دايما وفرحانين ان في حد زي كده، وفي قامات كبيره زي كده تسنيم. شكرا دكتور مجدي يعقوب ودكتور محمد جمال. معانا مداخله تليفونيه يا شريف دلوقتي مع الطالب كريم، احد الطلاب اللي فازوا في المسابقه، فريق نكتس. مساء الخير يا كريم. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ تسنيم، منور بنورك وبنور كل مشاهدين قناه الصحه والجمال. الف 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 مبروك. الله يبارك فيكم، مبسوطين جدا ان احنا قدرنا نرفع اسم مصر واسم الازهر عالي. اكيد طبعا، يا ريت تقول للمشاهدين نبذه صغيره كده عن المسابقه بتاعتك يا كريم. طيب احنا باختصار، احنا في مسابقه اسمها مسابقه انكتس. المسابقه دي مسابقه عالميه، هي منظمه عالميه، يعتبر اكبر نشاط طلابي على مستوى العالم، بتضم اكثر من 74 الف طالب على مستوى العالم، وفي مصر هنا حوالي 8000 طالب. المنظمه دي موجوده في 58 جامعه في مصر، انضم لهم حديثا جامعه الازهر 2019 في السنه اللي فاتت. والمسابقه دي او المنظمه بتشتغل على ان هي فكر رياده الاعمال بتوصله للطلاب، او رياده الاعمال المجتمعيه، بان احنا نفيد المجتمع. المنظمه بتعمل مسابقه سنويه، هي بتبقى على المستوى المحلي داخل الجمهوريه، وبعدين بتنتقل على المستوى العالمي، ان كل سنه بتنافس هنا في مصر ال 58 جامعه الموجودين في ان هم مين اللي يطلع بطل الجمهوريه. بعدها بطل الجمهوريه بيمثل مصر على المستوى العالمي في مسابقه انكتس على المستوى العالمي في كاس العالم. والحمد لله احنا جامعه الازهر منضمين حديثا في بدايات 2019، وكانت اول مره نشارك في المسابقه، واول مره اخذنا بطل جمهوريه، واول مره اخذنا بطل عالم برضه. كريم يعني انت اول مره يا شريف، اول مره يشارك في المسابقه من جامعه الازهر وفزتوا بكاس العالم. ايوه بالظبط كده. كريم ازيك يا بطل؟ اهلا وسهلا، منور. ازيك، عامل ايه؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. انت احنا ما قدرناش نجيب كاس العالم، فانتوا جبتوه لنا بقى بس بطريقه ثانيه، جبتوه لنا من ورا يعني، فاهم؟ جبتوه لنا بطريقه ثانيه، فالحمد لله. يعني اتذكر اسم كاس العالم بالنسبه لمصر برضه.
يعني حصلنا على كاس عالم برضو الحمد لله. هي بالمناسبه دي مش اول مره ناخد فيها كاس العالم، احنا جامعه القاهره كانت اخذت كاس عالم السنه اللي فاتت، ومن قبلها كانت 6 اكتوبر كانت واخده ثاني على مستوى العالم، واخذنا اول عالم في 2009 2010 برضه. كان احساسك ايه يا كريم انت وفريق العمل لما احنا شفنا الفيديو؟ كان جميل جدا، كان احساسكم ايه وانتوا مستنيين؟ انت قلت كان معاك كام حد بينافسكم؟ احنا كنا في المستوى الاخير احنا كنا بننافس 36 دوله اللي هو في كاس العالم. كان احساسكم ايه بقى في اللحظه دي؟ طبعا هو كان احساس، يعني كان عندكم توقع قد ايه يا كريم؟ احساس كاس عالم فعلا. كان عندك توقع قد ايه انت والفريق بتاعك؟ كنتوا متوقعين المكسب قد ايه؟ هي حقيقة احنا كنا متوقعين ان احنا ناخد بطل العالم بنسبة 99%، ما شاء الله. وده الحاجة بسيطة جدا، ان ال 120 طالب اللي كانوا موجودين في بيمثلوا جامعة الازهر كلهم كانوا بيشتغلوا من اول السنة على الهدف ده، ان هم يمثلوا جامعة الازهر ويثبتوا فعلا ان الطالب الازهري عنده القدرة في ان هو ينجح في اي مجال الله. حتى في مجال ريادة الاعمال اللي هو في مصر كلها حتى لسه يعتبر مجال ناشئ. فالحمد لله كلنا كنا واثقين في الفوز، والحمد لله يعني قدرنا نحقق دوت. تمام يا كريم، انا بس يعني عايزك بس تعرف الناس الجايزه خدتوها عن ايه؟ يعني ايه فكره المشروع؟ ايه الفكره وايه الحاجه القويه دي اللي خلتكم تاخدوا يعني جايزه زي كده كبيره جدا يعني؟ طيب، هي المشروع اللي احنا دخلنا بيه السنه دي هو اسمه شاي تشريم. المشروع دوت يخص تحويل قشر الجمبري لمنتجات متعدده، منها التوابل وفلات الميه وماسك طبي وماده اسمها شاي توزان بتستخدم كسماد عضوي للتربه. الفكره المشروع جت لنا احنا في البدايه خالص، بدانا ان احنا ندور على المشروع المتماشي مع سياسه إناكتس. سياسه إناكتس بيكون ليها شروط معينه في المشروع اللي تدخل بيه، ان هو يكون مشروع بيحافظ على البيئه، بيخدم فئه من المجتمع، بيكون ليه عائد مادي. قدرنا ان احنا نحقق دوت في ان احنا جبنا حوالي 70 فكره كلهم كانوا متماشيين مع سياسه المشروع نفسه اللي احنا ندخل بيه المسابقه، وقدرنا بعد عمليات الفلتره الكتيره اللي احنا نختار او نستقر على المشروع دوت. المشروع اتعمل في محافظه الفيوم في قريه اسمها قريه شكشوك. القريه دي كانت بتعاني من الفقر، الستات فيها والبطالة. كانوا بيشتغلوا والبطالة. فقر وبطاله. الستات فيها كانوا بيشتغلوا في مهنه تقشير الجمبري. طبعا حضرتك عارف ان الجمبري المتقشر بيكون اغلى من الجمبري العادي. هو الناس دول زمان كان مصدر دخلهم كانت بحيره قارون، ان هم كانوا بيصطادوا الجمبري ويصطادوا الاسماك وكده. بس للاسف بعد 2010 في طفيل اسمه الايزوبوديا. الايزوبوديا ده اصاب البحيره، هو من يعني نقدر نقول ان الطفيل دوت بيقضي على السمك، ان هو بيدخل في الخياشيم بتاعته سواء السمك او الجمبري ويبتدي ان هو يقتله. فحصل ان البحيره ما بقتش تنتج زي الاول. فده خلى ان الصيادين خلى في فقر وبطاله في المكان ده في القريه دي. بالظبط، خلى ان الصيادين يتهجروا، وخلى ان الستات بدات ان هي تشتغل. ده طبعا كان الستات بتشتغل على التقشير الجمبري، كانوا بيقعدوا حوالي 8 ساعات او 12 ساعه توصل. انا عايزه بس افهم منك يا كريم ثانيه واحده، يعني انت دلوقتي عملت حاجتين، عملتوا المشروع بتاعكم وفي نفس الوقت ساعدته في قريه زي كده، انها انا عرفت ان هو في دخل اللي انتوا عملتوه كان في دخل حلو جدا للاسر وللستات اللي كانت بتقشر الجمبري. تمام، بالظبط كده. بالظبط، يعني انت كده عملتوا حاجتين مع بعض، ساعدتوا الناس في رفع مستوى البطاله. قدرنا نخليهم من خلال قشر الجمبري اللي هم كانوا بيرموه ان هم يستخدموه في منتجات بتتباع، وعملت لهم دخل. اللي هو المشروع اساسا ان هو يكون مستدام ويخلي الناس دول يشتغلوا بايديهم ويطلعوا دخل عشان حالتهم الاجتماعيه تتحسن. فعلا زي ما استاذ شريف بيقول، انتوا ابطال. لا ابطال فعلا، يعني عملتوا حاجه كويسه جدا في البلد، ان انتوا خليتوا ناس تقدر تكسب لقمة عيشها زي ما بيقولوا كده بالحلال بطريقة كويسة. الأمهات وستات كتير بتقول في البيوت إنها قدرت إنها تقشر الجمبري وخدت بقى فيه دخل كويس، وفي نفس الوقت أنتوا خدتوا قشر الجمبري ده عملتوا بيه مشروع، خدتوا فيه كأس العالم. أنا عايز أوضح لحضرتك حاجة، هم مش شغلهم إن هم يقشروا الجمبري حاليا، هم شغلهم الحالي إن هم يطلعوا من قشر الجمبري اللي هم كانوا بيرموه في البحيره وبيسبب تلوث او كانوا بياكلوه للبط عندهم، ان هم يطلعوا منه منتجات.
يعني هم زي بياخدوا سماد قشر حاجات الجمبري بيحولوه توابل وهم اللي بياخدوها توابل ويبيعوها مش احنا. توابل او سماد، بس انتوا اللي اديتهم الفكرة. بالظبط كده. خد بالك يا كريم ان دي ميزه، دي ميزه دي ان شاء الله هتسري على كل الكرة، يعني هتبقى على الناس اللي شغاله في مجال الصيد وفي مجال صيد الاسماك تمام والجمبري والحاجات دي فعلا كلها. هي دي نقطة قوة في مشروعنا، إن هي سهل تتعمم أو تتطبق في قرى عديدة، انتوا لدرجة عملتوا إن إحنا طبقناها في ما شاء دولة الله. موزمبيق. يعني إحنا علمنا ناس من موزمبيق عن طريق الأونلاين إزاي يعملوا المنتجات دي، لأن هم برضه ما شاء عندهم الله. نفس مشكلة الأيزوبوديا ونفس مشكلة الجمبري وهكذا. يعني مشروع جميل ما شاء الله. افدتوا بيه مصر وناس كتير في مصر، وافدتوا بيه نفسكم، وتستاهلوا ان شاء الله اعلى المراكز، وتستاهلوا كاس العالم فعلا. فعلا ميرسي يا كريم، الحمد لله. سلامنا لكل الفريق الجميل الابطال. سلمنا عليهم كتير. ميرسي يا كريم. ما معانا شاء الله ما شاء الله. ما ده شاء الله حاجة حاجة جميلة تفرح جدا يا والله. لا شريف ان هم قدروا يساعدوا طبعا يعني ستات كتير، بيقول تقشير الجمبري وعملوا منه منتجات يبيعوها، دي حاجة جميلة جدا. ولو تلاحظي في حاجة جميلة قوي بتحصل، يعني انا حاببها قوي، سواء زي ما طالب نور الدين اللي كان معانا في الحلقة والعباقرة دول، باين قوي حب الشباب للبلد. يعني حتى لما بيعمل اختراع او بيعمل فكرة بتبقى مضمونها انه هتفيد البلد، يساعد ناس في البلد. هتساعد البلد، هتفيد الناس بعد كده. دي حاجة كويسة أوي احنا على فكرة، برضو لازم يعني نستغلها فعلا. احنا من يعني خلال البرنامج عايزين نقول كلمة كده في موضوع كده هيحصل بكرة، فاحنا عايزين نقول يا شريف ان البلد ما صدقنا هديت، طبعا والبلد بتنمو طبعا. نمو حلو جدا، ويا ريت يا جماعة يعني سيبوا سيادة الرئيس لا السيسي انا يقدر، يعني احنا مبسوطين من اللي بيحصل، او لو حتى في شوية حاجات كده ناس مضايقاها، بس هم يلتزموا بالنظام، النظام اكيد مش احنا وحش. مش بنرجعش لورا، احنا بنتقدم. اكيد يعني احنا مش عايزين بقى حاجة تانية ترجعنا لورا يا شريف. لا لا ان شاء الله انا متأكد الحمد اصلا، لله كفاية ولا اي نعمة حاجة، الامان اللي احنا فيها، كل ده مجرد كلام وكل ده ان مجرد شاء الله مهاترات خير تعتبر. باذن بس الله. يعني احنا يعني ما نديهاش اهمية قوي، لان انا متأكد ان ان شاء البلد الله ماشية زي خير. ما هي في السكة بتاعتها وطريقة الريادة بتاعتها، والحمد لله زي ما احنا شايفين حاجات ايجابية كلها عمالة تظهر في بقى من ضمن وشباب الحاجات ايجابي. الايجابيه معانا الترند التاني يا شريف، طالب يا جماعة انا معانا جسمي اشعر فعلا، الراجل ده جسمي اشعر فيه، طالب محمد، طالب في كلية احنا قمة. عايزين التقرير الاول بتاع محمد، بس يعني انا التقرير هعرف الاول الناس وبعدين الاول. المداخلة. طالب محمد، طالب في تمام كلية قمة، من الطلبة المجتهدين، ما اتكسفش من الشغل، بيبيع غزل البنات، بس بيبيع غزل البنات بيبيع غزل بطريقة البنات في الداهلية، ولكن بطريقة مختلفة معانا تماما جدا. انا عيطت بجد فعلا اول ما سمعت الفيديو، بجد والله عيطت ولمس قلبي فعلا. يعني احنا تسلم. معانا الطالب محمد، معانا المداخلة الأول لمحمد طالب كليات القمة، بس مش هنقول طبعا الكلية بتاعته. مساء الخير يا محمد، مساء النور. تمام، منور برنامج طاقة إيجابية، مرسي لحضرتك. انت كمان احنا فخورين بيك جدا يا محمد على فكرة. جدا جدا اهلا جدا، كيفين. احنا بص احنا عاملين الشرف ليا طبعا، نعم الشرف ليا طبعا. الفقرة دي انت ترند بالنسبة لنا، ترند ايجابي جدا، طبعا انت فخر لأي طالب وأي شاب، ربنا يخليك. والأستاذ شريف هيعرضه كمان شوية، وراه لنا امبارح، وراه لي شخصيا. يعني أنا فخورة بيك جدا ومبسوطة إن احنا بنكلمك ربنا يخليك يا فندم، ربنا حقيقي. يخليك انت إن شاء الله بعد المكالمة الجمهور هيعرف انت بتعمل ايه بالظبط، بس شرف، انت شرف وفخر لكل طالب، كل ربنا طالب يخليك. قدر ان هو يصرف على نفسه في كلية من كليات القمة، طبعا ما استناش يا شريف ان هو حد يصرف عليه. بصراحة انت نموذج في قدوة حسنة يعني لأي طالب، ما شاء الله. احنا مبسوطين ان احنا بنكلمك. لا في فرق كمان، ان هو ما استناش، هو ما مولاي. اتكسفش، يعني هو ما اتكسفش اصلا. يعني هو انا عادي، انا بشتغل، انا راجل، فانا راجل، انا يعني ادام انا راجل فانا هتعب واشتغل ايا الحمد كان لله الشغل ايه. الحمد لله على فكرة في الحمد اوروبا لله. بيعملوا ايه اللي كده. خلاك يا محمد تعمل كده؟ يعني اشمعنى المهنة دي، او اشمعنى الحاجات غزل البنات اللي انت مشيت بتبيعه للأطفال؟ انا كنت بمشي اصلا بزمر، بتزمر؟ فكنت بلندن بغني، بتغني. لقيت دي الصوت يا محمد
يا ريت بس نتحرك يا محمد في حتة فيها شبكة بس بعد إذنك. عشان الجمهور كله عايز يعرف قصة محمد. أنا كنت في يوم عندي 13 سنة، فماشي بغني بدندن، يعني بزمر، ما بقتش حاجة بغني. ما شاء الله. فغنيت لقيت الناس كلها عمالة تسقف لي والصوت حلو، خلصت الحلاوة انت خدتها كنت ماشي، بصوتي انت بقى. من بلد ايه يا محمد؟ بلدك ايه؟ بالاس نعم؟ بالاس بالاس دي محافظة ده ايه؟ أهلية. ده اهلية؟ الدقهلية. الدقهلية. يعني انت الاول وانت عندك 13 سنة، عشان الصوت بيقطع شوية للجمهور، انت كان عندك 13 سنة ايوه وفضلت ان انت بدل ما تبقى حمل تقيل على او حمل على باباك ان انت تنزل تشتغل، ايوه في نفس الوقت بتتعلم ايوه ودخلت كلية من كليات القمة، تمام. كل ده بمجهودك وان انت صرفت على نفسك، صح؟ ومجهود ابويا وامي، لولا ابويا وامي ما كنتش انا طبعا كل اكيد حاجه. طبعا اكيد. هو اكيد باباك اكيد ومامتك كفايه ان هم ربوا شخصيه عظيمه وجميله زيك، طبعا طبعا، ربنا يخليكم. بس انت وانت 13 سنه نزلت اشتغلت وجبت غزل البنات وبتبيعه. لا لا، غنى وباع. احنا اصلا غنى عندنا كده. وباعه، انت ايوه لما غنيت بعته بس من انت، جمال انت صوتك. فعلا انت تلمس، يعني صوتك بجد يلمس القلب بجد. والله يا محمد ما شاء ربنا الله عليك، يخليك، ربنا يخليك. احنا احساسك نجهز حتى التقرير. بتغني باحساس قوي قوي، يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك. مصدق، هو مصدق اللي بيقوله. احنا مبسوطين بيك يا محمد جدا، وان شاء الله تتخرج من الكلية بتقدير. احنا عارفين ان انت بإذن الله حتى في الكلية شاطر وبتطلع بتقديرات كويسة. بإذن الله. ميرسي جدا يا محمد إن شاء الله يا لمداخلتك. محمد، يعني إن شاء الله هنبقى جنبك بإذن الله، لو احتجت أي دعم بإذن الله في من بإذن خلال الكلية ولا دراستك ولا الحاجات دي، بإذن ربنا الله يخليك نقف جنبك، نتواصل معاك دايما إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، إن ربنا شاء يخليك. الله يا محمد إن شاء الله. شكرا يا ميرسي محمد ليك. لمداخلتك الجميلة، وإن شاء الله أنت قدوة جميلة لكل طالب وكل شاب في طبعا مصر. طبعا ما شاء الله. ميرسي يا حبيبي. معانا التقرير يا شريف لمحمد، تقرير، وتعالوا بعد التقرير إن شاء الله ترند تقرير الجديد. قوي جدا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبرده من بنيادي الشكر الطالب محمد، اللي يعني بصراحة صوته جميل جدا وعمل حاجة حلوة قوي، ان هو يعني باع غزل البنات عشان خاطر يصرف على نفسه ودخل كلية من كليات القمة. ما معانا شاء الله. الترند اللي بعديه ايه يا شريف؟ غطاس. معانا غطاس الخير. غطاس الخير الراجل ده انقذ ناس كتير قوي، ومن الناس اللي ساهمت في انقاذ الناس بتوع شاطئ النخيل مجانا، ومعاه فريق كامل قوي جدا بينزل ويشتغل ويتعب بدون مقابل. احنا عايزين صورة استاذ ايهاب. لازم الناس كلها تشوفه وتعرفه طبعا، غطاس يعني الخير استاذ ايهاب. ده استاذ ايهاب، استاذ ايهاب بطل من الابطال، اللي هو استغل موهبته في السباحة وفي الغطس، ان هو مش شاطئ النخيل بس، هو في اي حتة في مصر ليه فريق شريف وبيعمل كل ده لوجه الله. اللي عرفناه ان هو استاذ ايهاب سعد قبل ما بينزل، هو عنده صفحه، عنده بيج على الفيسبوك، اي حد عنده حاله غرق في اي حته، هو النهارده في الجيزه في حاله غرق باذن الله ان شاء الله يعني يقدر يلاقيها، بقالها 5 ايام لطفل شاب في الجيزه اهله مش لاقينه. فكون ان استاذ ايهاب شخصيه جميله زي كده استغل موهبه الغوص لي السباحه هو وفريق عمل لوجه الله. حياته كلها يا شريف مكرسها لكده، هو فريق العمل بتاعه، احنا فعلا بنسميه هو فعلا غطاس الخير، ويستاهل ان هو في مدينه، المدينه هو فيها مدينه ايدكو، مدينه ايدكو. هو بطل، ادوله يعتبر بطل بطل المدينه العام. بتاعته. فاحنا بنحيي استاذ والميزه كمان إيهاب. ان هو قاعد على الانتظار على طول في على الصفحه او حتى مكالمات احنا تليفونيه. كنا عايزين نستضيفه معانا النهارده بس هو يعني اعتذر، لانه عنده حاليا هو عنده حاله غرق بيحاول ينقذها. هو ما شاء الله اصلا على مجهوده، وما شاء الله يعني الراجل يعني يشكر على اللي هو بيعمله، وان هو قاعد على الانتظار على طول ان اي حد يقول له ينزل جري هو الفريق بتاعه يعمل. هو بيلقن الشهاده لنفسه قبل ما بينزل، لان هو بيبقى مش عارف ان ساعات، احنا عارفين طبعا زي شاطئ، زي ما انت بتقول كده يا شريف، شاطئ النخيل بيبقى فيه دوامات وفيه حاجات ممكن هو نفسه هو نازل ينقذ حد ممكن يغرق، وان هو يعمل ده لوجه الله. وده احنا بنحيي حضرتك على الهوا، وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
ان شاء الله هيبقى معانا مداخله مع حضرتك، بس لسه بيجهزوها في الكنترول. هنتكلم على الترند اللي بعديه ايه يا شريف؟ لا قبل الترند انا حابب بس نتكلم على محامي الغلابه. استاذ حسام. استاذ حسام محامي الغلابه اللي دخل معانا قبل كده كذا مره، هو اصلا يعني معانا من بدري، من اول ما بدانا المبادره يعني. هو راجل ما شاء الله يشكر على يعني مجهود قوي جدا، ما بيترددش خالص عن اي حاله، والحالات اللي هو يعني هو الحقيقه استاذ حسام احنا بنكلمه كل شويه، احنا اي حاله بتجينا عن طريق بيج طاقه ايجابيه انا وشريف، حاله خصوص خاصه بالقانون والاستشارات القانونيه بنحولها على طول لاستاذ حسام الدين صفوت، وهو ما بيترددش لحظه، وبصراحه خدوم جدا يعني. هو احنا كنا المفروض يعني هو معانا النهارده، يعني هيكلمنا النهارده عشان خاطر كان يعني هيطمن بقى الناس اللي خايفه تاخد خطوه. نحاول نعمل مداخله مثلا في كلام لا مع استاذ حسام واستاذ ايهاب الغطاس، عشان هم احنا متفقين معاهم ان في مداخله نشكرهم على الهوا، وكمان حتى نشوف اخر المستجدات اللي هي الناس اللي راحت له والناس اللي كان. انا عايز الناس تتشجع يعني، انا عايز حتى يا جماعه توكلوا على الله، ولو حد عنده مشكله في اواضي كتير يا شيف بتقف على كده يعني، في اواضي كتير بتقف ان هم مش قادرين يدفعوا اتعاب المحاماه. احنا جايبين لكم يعني مستشار مش محامي يعني، استاذ يعني حسام مستشار قانوني في الصعيد، هو حتى ملقب بمحامي الصعيد يعني، هو ملقبينه بمحامي الصعيد، وراجل صاحب شهره كبيره قوي في الصعيد مصر. فانا عايز الناس تتشجع، ما يعني ما تتكسفش، احنا واقفين معاكم وان شاء الله نقدر نساعدكم في الحاجات دي. احنا معانا ايه تاني يا تسنيم؟ معانا استاذ عزت سالم. واحنا عايزين لو سمحتوا بس دلوقتي عايزين الفقره بتاعت المسلسل. تمام، احنا في حاجه كده مسلسل طبعا للاستاذه الفنانه الكبيره حنان كرم مطوع، عامله مسلسل قوي جدا. تسنيم متابعاه تقريبا كل مصر متابعاه. استاذه حنان مطوع يعني تفوقت على هي اصلا متفوقه، بس هي تفوقت على نفسها جدا، اثبتت ان الفن ملوش عمر. طبعا يعني انا عن نفسي شايفه ان هي من اقوى التمثيليات اللي عملتها على الاطلاق. تمثيليه مسلسل الا انا، نتابعه وبعد كده تعالوا بعد التقرير. احنا بنحب نشكر الاستاذه حنان مطوع، بصراحة لمست قلوبنا جميعا بالتمثيلية دي، ولمست قلوب كل ست في مصر. معانا مداخلة تليفونية لأستاذ عزت سالم. مساء الخير يا فندم. أيوة فندم، مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله بخير، أخباركم أنتوا إيه؟ منورنا الحمد لله بخير، منورنا. في الأول أنا حابب أشكركم طبعا على المبادرة الجميلة ديت وعلى المداخلة الظريفة دي، وبشكركم طبعا لعرض الفيديو ده. تسلم، وسعيد طبعا بيكم. احنا قبل اي حاجه يا جماعه، استاذ عزت سالم من الفويس اوفرز اللي في الصوتيات، الناس المعروفه في مصر، عامل حاجات كتير لشركات اتصالات كبيره، وعامل حاجات قويه جدا. صوته لمس كل الناس بصراحه يعني. احنا بس حابين نشكرك وعلى على الاداء المتميز ده، انت حببتني في المسلسل بصراحه. شكلك حسيت بالمسلسل قوي يعني، او اتفرجت عليه. رايك ايه في المسلسل غير صوتك الجميل اللي احنا سمعناه فويس اوفر للحلقه؟ ربنا يخليك يا فندم. طبعا حابب اشكركم، وطبعا حابب اشكر التيم بتاعي اللي معايا، اللي هو اللي احنا عملنا الفيديو دوت، سواء المخرجه او الكاتبه الجميله خلود. المخرجه مين يا استاذ حسين؟ استاذه ايمان صلاح. استاذ عز استاذه ايمان، ايمان صلاح. ايمان صلاح، والكاتبه استاذه خلود، وطبعا المونتاج وصانعه الفيديو الاستاذه حنين شمشير. واحنا بنشكرهم طبعا. احنا فريق كبير طبعا ما شاء الله يعني، مجموعه كبيره من المعلقين الصوتيين والكتاب وصناع الفيديو يعني، حبينا المسلسل وحبينا نهدي للفنانه حنان مطوع الفيديو دوت، وحبينا نشارككم في البرنامج الجميل الظريف اللي انتوا عاملينه. حضرتك وفريق الاعداد كله اكيد غني عن التعريف،
واحنا ربنا يخليك يا رب. بنشكر حضرتك جدا على المداخله، ان احنا كلمنا حضرتك قبل الهوا على طول وقلت لنا خلاص احنا معاكم في المداخله أكيد باذن الله. أكيد إن شاء الله ربنا يخليك ميرسي يا فندم. أنا سعيد جدا بيكم طبعا، تسلم. وبتمنى إن احنا نكون مع بعض على طول، وفي أي حاجة جديدة طبعا هتواصل معاكم ومع فريق الإعداد الجميل بتاع البرنامج والمبادرة الجميلة اللي انتوا هو زي ما شريف بيقول حضرتك فعلا حبيبتنا في المسلسل. ربنا يخليك يا بصوتك فندم، ربنا وبالأداء يخليك، وبالمونتاج وبالإعداد وبالإخراج، ربنا يخليك يا فندم. جميل احنا بصراحة. أكيد الفريق، انا حابب اشكركم طبعا بالنيابه عن فريق توب جولدن فويسز كله، بيشكركم وبيشكركم على التواصل ميرسي وبيشكركم ميرسي، على المبادره الجميله اللي انتوا عاملينها. ده اقل ميرسي حاجه ميرسي نقدر على نقدمها لكم. شكرا، ميرسي يا استاذ عزت. شكرا استاذ عزت، شرفنا بيك عايزة. والله. احنا كان نفسنا نبقى معاكم اكتر من كده، معانا حاجات كتير وفقرات كتير، وكان استاذ حسام كنا عايزين نعمل معاه مداخله، بس ان شاء الله هيبقى معانا قريب، هيبقى مباشر كده مع الجمهور باذن الله. لاي يعني ان اسئله شاء الله. يقدروا عايزين يسالوها ان شاء الله استاذ حسام هيبقى انتظروا معاكم انتظروا قريبا باذن فقره الله. قويه جدا، فقره محامي الغلابه او محامي الشعب. هنساعد كل الناس على قد ما نقدر باذن الله، وان شاء الله نبقى كده نقدر نكون كنا ضيوف خفاف عليكم، وانتظرونا باذن الله كل يوم سبت الساعه الساعه 8 مساء 8 ان شاء الله على قناه الصحه والجمال. السلام عليكم. السلام عليكم.